السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتعرفوا على تخصص الجيوفيزياء، ملكي العادة نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو ويلا نبداو. بالنسبة للدراسة في التخصص، ماشي كل الجامعات تدعم هذا التخصص. ممكن أن الجامعات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا كما باب الزوار مثلا، باش ديرها في التخصص تدرس علوم المادة من بعد تتفرع إلى تخصص الجيوفيزياء، يعني أنك تختار علوم المادة ولا أسهم كجذع مشترك من بعد تختار هذا التخصص. كالعادة القراية فيه عالم دي تتخرج بشهادة ماستر في الجيوفيزياء. الآن شنو هو هذا التخصص وعلى واش يهضر؟ لما نقول جيوفيزياء راهي تنقسم الى كلمتين، واللي هي جيو واللي هي تعني الارض، وفيزياء اللي راهي واضحه. بمعنى اخر هو تطبيق الفيزياء على الارض، ولا بصيغه اخرى دراسه خصائص الارض الميكانيكيه عن طريق استخدام اجهزه قياسات معينه. من هذه الاجهزه مثلا نشوفوا بلي كاين مثلا ميكروغرافيمتري اللي يقدر يعطيك مثلا مسح على نطاق معين على واش كاين في اعماق الارض، مثلا لكافيتي ولا تجاويف. عندنا ثانيك جيورادار اللي عنده نفس الاستخدام ولكن العمق يختلف يكون اقل. عندنا كذلك الجيوفون اللي تقدر تعرف من خلالهم سرعه الامواج وتاثير تاع الزلازل. كاين الجيوماغنيتيزم، وكاين بزاف اجهزه واحدة اخرى متخصصه في مجال الجيوفيزياء. صح، بالنسبه للتخصص هذا يا خوتي راهي بازي على كل من الرياضيات والفيزياء، لازمك تكون مليح في هذه المادتين. بالنسبة للهدف ولا الخدمة في تخصص جيوفيزيك، بما أنك دير دراسة في أعماق الأرض معناها راح تتعامل مع كل ما يخص ثروات الأرض، مثلا دراسة بترولية إتود بتروليار، واستخراج المعادن الغاز الفوسفات إلى آخره. هذه يا خوتي على كل حال هذا فيديو قصير أنا هدرت فيه على تخصص جيوفيزيك. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.